أكبر بكتير من مجرد رياضة. صحيح هي الرياضة الأكثر شعبية على مستوى العالم، لكن خد بالك من حجم الأرقام وإنها بقت مصدر من أهم مصادر الدخل وواحدة من أهم الروافد في اقتصاديات دول. احنا بنتكلم على أرقام بمليارات وبنتكلم على ميزانيات أندية كتير بالمناسبة، ما هياش أندية قليلة، أندية كتير على مستوى العالم خطط ميزانيات دول. بتتكلم على حقوق رعايه، وبتتكلم على اعلانات، وبتتكلم على حقوق بث تلفزيوني، وبتتكلم على القاب وبطولات ليها مردود مالي كبير جدا. لكن ما تنساش انه في اوروبا الحضور الجماهيري في ملاعب المباريات واحده من اهم مصادر الدخل. واعتقد واتمنى الحقيقه انه بعد تجربه استمرت موسمين انه السنه الجايه نشوف تغير في موضوع الحضور الجماهيري، وخصوصا انه الاهلي يمكن يكون هو اكثر المتضررين. انت بتلعب 34 مباراه بس في الدوري، لو فيها، واعتقد انه لو اتفتح الباب للجماهير هيبقى فيها الساعه الكامله في الملاعب بتاعه الماتشات دي، معناها انه الاهلي 17 مباراه كامل العدد، معناها طبعا مصادر دخل كبيره جدا الاهلي للاسف الشديد محروم منها. لكن على كل الاحوال خلينا نبص للموسم الجاي من الناحيه الفنيه مع واحد من كبار نجوم النادي الاهلي، كابتن رمضان السيد اللي بيشرفنا النهارده في السادسه، ضيف عزيز علينا. مساء الخير كابتن رمضان. مساء الخير يا احمد. أرقام تخض طبعا، مليارات أرقام رايحة ومليارات جاية. انت على فكرة المفروض كمان نضيف ايه؟ نضيف ثروة رونالدو وثروة ميسي. ده ممكن تساوي مثلا موازنات دول أفريقية. صحيح. صحيح. بعض الدول الصغيرة الأفريقية يعني. حاجات طبعا. الكرة اتنقلت نقلة بيزنس كبير، بيزنس كبير، اقتصاديات كبيرة طبعا. ورعاة وناس واستثمارات دول النهارده. مش بتكلم على يعني، كان مثلا من حوالي 10 سنين كده كان عادي ان احنا نشوف رجل اعمال بيستثمر، نشوف تقدر تاخد النهارده دول داخله تستثمر في انديه، فبالتالي النظره لكره القدم تحديدا اختلفت تماما. طبعا عندك مثلا بلد زي السعوديه، بلد زي قطر، بلد زي الامارات طبعا يعني. ده اللي بيحصل في السعوديه ده ياثر علينا كابتن رمضان؟ والله بص انا هقول لك حاجه، يعني هم طبعا يعني عندهم امكانيات رهيبه. أيوة. رهيبه، وبدليل التعاقدات الجديده اللي عاملينها دي، يعني ده انت دخلت في مليارات. أيوة. اليوروات او الدولارات يعني. أيوة. فلكن لا، انا في رايي يعني، انا لما شفت الحقيقه النادي النصر، لما شفت مثلا الهلال، شفت في حاجه نجوم كبار جدا 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 ونجوم عالميين وكل حاجه، لكن لسه هياخدوا وقت. يعني مش هيطلعوا لك المتعه. خد بالك انت منتظرها. بتتكلم على بطوله طبعا لسه ما انتهتش النهارده، اعتقد في مواجهتين، واحده بينهم مواجهه افريقيه اسيويه بعد ما خرج كل الانديه الافريقيه. طبعا انت بتتكلم على خروج الوداد، بتتكلم على خروج الترجي، خروج الزمالك، خروج الاتحاد المنستيري. ما فاضلش غير الرجا. رجا كازابلانكا النهارده هيلاعب النصر السعودي. هل دي دلاله انه كفه ابتدت تميل يعني لصالح الكره الاسيويه ولا بالخطوه اللي السعوديه اخذتها ديت؟ ده انت، انا هقول لك حاجه يا احمد، انت هتوصل مثلا في خلال موسمين ثلاثه بالكتير. انا في رايي ان الدوري السعودي هيبقى من اقوى الدورات اللي موجوده في اوروبا، في العالم. يتساوى. يتساوى مع الدوريات الكبيره. انت ممكن تجيب ميسي، ممكن تجيب محمد صلاح. انت جبت اساسا خلاص، طب تجيب بنزيما من ريال مدريد. يعني تخيل لما نجوم كبيره ونجوم يعني تقيله بتسيب انديتها طبعا وبتيجي. النهارده في كلام على فرانك كيسي، نجم خط وسط برشلونه، من برشلونه للاهلي، واجتاز خلاص الاختبار الطبي. ما انا بقول لك. وبالتالي يعني بتتكلم على هي الدنيا ماشيه يعني، هتلاقي مثلا في خلال موسم موسمين او بالكتير يعني. على مستوى كمان الميركاتو، على مستوى مواسم الانتقالات، وانت عارف انه برضو من حتى من قبل النقله دي ومن قبل الطفره دي كابتن رمضان، والانديه الخليجيه تحديدا عينها دايما على اللعيبه الافارقه اللي بتتالق في بطولات الافريقيه المختلفه، وبالتالي هتخش معاك في منافسه طبعا، وهتفرض عليك يعني سقف الارقام يمكن. انت قدراتك مهما كانت، والاهلي يمكن مش هنقدر، اكبر الانديه الافريقيه من ناحيه الاقتصاديه يعني، من ناحيه الامكانيات الماديه، بعد شويه مش هتقدر. يعني في مشكله كبيره. ده خلي بالك، ده انا اقول لك حاجه، ده في قلق في الاتحاد الدولي. يعني الاتحاد الدولي بيحذر الانديه الدورات الاوروبيه. بيقول لهم ان انتوا كمان موسمين ثلاثه لو انتوا مشيتوا بالشكل دوت، الدوري السعودي هياخد كل النجوم اللي موجوده في العالم. يعني حتى الاتحاد الدولي في قلق
ان يعني انت بتتكلم بقى الدوريات تشد البساط من طبعا دورات الدوريات الاوروبيه خد بالك برضه مهما كان في دعم ومهما كان في انفاق صعب انك لانه هناك القصه غير يعني الانديه هناك لما بتعتمد على مستثمرين هم عارفين كويس جدا انه في النهايه في سيستم وفي منظومه بطل اوروبا بياخد رقم بطل انجلترا بياخد رقم بطل اسبانيا بياخد رقم عندهم رعاه بيدفعوا بارقام كبيره جدا فمهما كان حجم الانفاق السعودي خلينا نتفق ونكون صريحين مش ممكن ابدا يبقى في مكاسب ماليه تعوض حجم ما يتم انفاقه ممكن يكون في مكاسب فنيه ممكن يبقى في بروباجندا وتلميع للدوري السعودي متفق لكن يبقى في مردود مالي يعوض حجم الانفاق ده للانديه السعوديه دي اشك فيها شويه هو انت اوريدي اصلا يعني الدوري السعودي مش محتاج رعاه راعي لا ده هو يعني البلد نفسها انا فاهم طبعا ده توجه اكيد توجه دوله طبعا توجه دوله اكيد توجه فبالتالي هم يعني ما حدش في الـ في في, الـ في الانديه الاوروبيه هيقدر ان هو يجاريهم لان انت مش بتتكلم مثلا في راعي عنده مثلا مبلغ قد كده بس هقول لك حاجه كابتن رمضان انت ممكن تتعاقد مع اللعيبه بالارقام دي زي ما انت بتقول وتفضل تعمل ده الموسم او اتنين لكن طول ما فيش دخل او مردود مالي ما تقدرش تستمر ده زي الدوري الانجليزي مثلا 10 سنين بتشوف اهم نجوم العالم بيلعبوا في انجلترا وبياخدوا اعلى رواتب وبياخدوا ارقام فلكيه هناك الرواتب بالاسبوع حضرتك عارف طبعا بال 50,000 وبال 60,000 السنين فعشان يبقى في استمراريه ونجاح مثلا زي الدوري الانجليزي او الدوري الاسباني او حتى الدوري الالماني اللي مش قوي قوي ماليا بس يعني قادر يستمر وقادر على الاقل بايرن ودورتموند يبقوا موجودين هتبقى صعبه شويه فكره الاستمراريه هي الاستمراريه صعبه بس في حاجه لو البلد ابتدت تدعم باستمراريه برضك وحاجه تبقى مضمونه برضك هيبقى في مشكله لان برضك نسبه المشاهده خلي بالك هتزيد على الدوري السعودي لانك انت النهارده كل النجوم اللي راحت ديت والنجوم اللي هم بيفكروا كمان يجيبوهم اعتقد لسه عندي اخبار مفاجاه النهارده اخبار مفاجاه على موضوع الانتقالات ابتدي اجيب الخبر ده نبتدي الكلام وانا قلت الكلام ده امبارح انه في قنوات اتصال مفتوحه بين المسؤولين في اتحاد جده وبين محمد صلاح على الموسم ده رغبة منهم في انتقاله لاتحاد جدة الموسم ده والكلام اللي طلع النهارده من وكالة أنباء الشرق الأوسط المسؤولين في السعودية بيقولوا انه حتى لو لم ينجحوا في التعاقد مع صلاح الموسم ده ففي اسمين مطروحين وبشدة وبقوة ايا كان المقابل المالي على الأندية السعودية في الموسم اللي جاي هو 2024 صيف 2024 محمد صلاح نجم ليفربول وكيفن دي بروين نجم مانشستر سيتي الاثنين اللي يعتبروا يمكن اهم نجمين او اهم اسمين في الدوري الانجليزي في الوقت الحالي طبعا واعتقد انه بكده انسى انه فكره يعني الناس اللي كانت طبعا انه صلاح يفنش في مصر اعتقد انه صلاح السنه الجايه احتماليه وجوده بشكل كبير جدا هتكون في الدوري السعودي يعني ده انا هقول لك حاجه اعتقد ان كمان الخطوه بتاع الحقيقه كابتن فرقه وان هو يبقى ترتيبه الخامس دي مشكله نفسيه بالنسبه لصلاح كبيره جدا هقول لك حاجه ده ممكن صلاح هو بالعرض القوي جدا والكبير جدا اللي هيتعرض عليه ممكن صلاح يرحب السنه دي الموسم ده يعني هو صلاح كان عاوز ياجل في تفكيره صلاح يعني هو من افضل المحترفين اللي انا شفتهم الحقيقه في الفتره السنين الاخيره كلها هو كان عاوز ياجل مثلا سنه موسمين بتاع حاجات كده لكن بالتفكير بتاع كلوب الحقيقه ان هو يخليه خامس كابتن انا في رايي يعني ما اعرفش هل فيها عنصريه هل فيها مش فاهمها خالص يعني انا مش قادر افهمها ده هو الموسم اللي فات كان رقم اتنين وكان هو زعلان ان هو في مباريات ما بياخدش كابتن فرق طب انت النهارده بتيجي هو نجمك ونجم نادي ليفربول في تاريخ ليفربول مش هقول لك بقى في خمس مواسم ولا اربع مواسم لا ده ضرب كل الارقام اللي حققها النجوم الكبار جدا لليفربول طب انت ايه ليه يعني انا حاجه مش مفهومه بصراحه يعني حتى انا مش قادر اخش جوه تفكير كلوب بيبقى ليه اعتبارات اكيد يا كابتن رمضان برضو انت نجم كبير وعارف يعني ممكن يبقى الشخصيه ممكن يبقى قدرته على التاثير في زمايله وقدرته على التعامل مع المواقف يعني مش بس كوره الكابتن دايما بشوفه مش قصه
شعبيه وجماهيريه، مش قصه لا بس انا هقول لك حاجه، يعني فاهمني؟ يعني انا فاهم، بس انا هقول لك حاجه، كل الحاجات اللي انت بتقولها دي يا احمد متوفره لصلاح. صلاح اللعيبه يعني بتحترمه بشكل كبير جدا، وبتحبه بشكل كبير جدا، وبتقدره بشكل كبير جدا. مفيش نجم في ليفربول بيطلع في حديث او حاجه الا لما بيشكر في صلاح وشخصيته، يعني حتى مش بيكلمه مش الناحيه الفنيه بس، لا حتى شخصيه صلاح بالنسبه للنجوم الكبار جدا في ليفربول، لا مؤثر. انا مش فاهمها بصراحه، يعني مش قادر افهمها. انا شخصيا اتمنى انه يستمر في ليفربول. يعني طبعا فاهم طبعا النواحي النفسيه، وخصوصا انه صلاح عامل ارقام مع ليفربول يعني كبيره جدا، لكن اتمنى انه يفضل مستمر. يعني اتمنى انه صلاح يختم في ليفربول، يبطل كوره في ليفربول، لان هو انت عارف ايه يعني، ضرب كل الارقام بتاع كل النجوم في ليفربول، فبالتالي هو تواجده في ليفربول ده هيبقى حاجه ما حصلتش يعني. طيب هستعرض مع حضرتك جزء من الاخبار كده سريعا واسمع تعليقك عليها. واحد، الاتحاد الافريقي بيعلن انه بطوله الدوري الافريقي اللي كان مسماها سوبر ليج هتبدا يوم 20 اكتوبر وتنتهي يوم 11 نوفمبر، فتره 3 اسابيع. وطبعا هو يمكن كان اخطر الانديه اللي هتشارك واتحادات الانديه المشاركه في البطوله، انه الانديه اللي هتلعب في السوبر ليج او دوري الافريقي يعني ما تلعبش اي مباريات محليه في نفس توقيت البطوله. شايف الثلاث اسابيع دول ازاي؟ وشايف اجمالا النص الاول من الموسم ازاي؟ اللي هيكون فيه بطوله السوبر ليج، وهيكون فيه كاس عالم انديه، وهيكون فيه احد العاصمه، وهيكون فيه بدايه مشوارنا في الشامبيونز ليج او في دوري ابطال افريقيا. النص الاولاني التقل كله جاي فيه، شايفه ازاي؟ واهميه فتره الاعداد والمعسكر بتاع الفريق ان شاء الله باذن الله. يعني هو يمكن عشان كده الحقيقه النادي الاهلي بيعمل تعاقدات جديده في خلال الموسم دوت، ويمكن في ناس بيقول لك ما انتوا عندكم او في نجوم كتيره في الفرقه او في عدد كبير. ما هو المشكله في اللي انت بتقوله ده، انت عامل قنبلتين والجماهير لسه ما استكفتش. طبعا انت ضارب ضربتين كبار جدا جدا بصراحه. طبعا، بس الجماهير لسه عايزه تاني يا كابتن رمضان. وانت كمان عايز يا كابتن رمضان؟ طبعا صح؟ يعني عاوز دين رقم 9. طبعا ده مهم جدا جدا جدا، لان رقم 9 الحقيقه اللي هو ايه، السوبر اللي هو مثلا الكرات العرضيه تعامل معاها ازاي، اللي هو مثلا في مواقف واحد ضد واحد في مساحات ضيقه يتصرف فيها ازاي، اللي هو بيعرف يسدد بشكل كويس قوي، اللي هو السكورر اللي بيعرف يجيب جول من نص فرصه. احنا عندنا طبعا اثنين جامدين جدا اذا كان محمد شريف او كهربا، لكن احنا عاوزين النوعيه دي كمان. يعني ده مهم جدا في ظل زي ما قلت، زي ما احنا بنتكلم دلوقتي مع بعض يا احمد، انت لما تروح كاس عالم الانديه، لما تلعب دوري السوبر الافريقي، لما تلعب كل البطولات اللي انت بتشارك فيها دي، انت محتاج عدد. يعني يمكن اكتر حاجه فرقت مع النادي الاهلي الموسم ده ان هو جمع البطولات اللي هو جمعها دي كلها، ان عنده عدد من النجوم، مش ما عندوش مثلا راجل اعتمد على 13 لعيب او 14 لعيب، لا ده الراجل عمل حاجه اعتقد ان يعني ما انا شفتهاش الحقيقه، ما شفتهاش في اي مدير فني اذا كان اوروبي او اذا كان مصري او في اي حد. قرب السكواد كله ليفل واحد تقريبا بالظبط. والحاجه الثانيه هو كمان عمل دراسه، مش جه وخلاص ان انا احط مثلا خطه شغل او خطه عمل وخلاص، لا ده عمل دراسه على الموسم اللي فات. ان اللعيبه بتاعت النادي الاهلي لما وصلوا لمرحله الاجهاد ده، وصلوا ان هم حتى مش قادرين يعملوا تروت. وفي نفس الوقت كنت طبعا ما حققتش حاجه، لكن هو بعد دراسته دي، ده الراجل عمل التدوير او الروتيشن بعد ثالث مباراه. مش مثلا استنى مثلا الدور الاولاني يخلص، لا ده هو عمل دراسه ان هو ازاي هيستخدم كل نجومه وكل لعيبته ويوصلهم لفورمه بدنيه وفورمه فنيه، وكمان يخشوا جوه البطولات اللي هم بيشاركوا فيها من غير ما يتعرضوا لاجهاد. يعني ده حاجه طبعا قرروا بانه يكون في 21 يوم راحه سلبيه من بعد مباراه المصري. الفرقه ترجع ان شاء الله يوم 24 ترجع تبدا فتره اعداد، واعتقد انه في توجه انه يكون في خلالها معسكر خارجي. الاقرب يعني مش معلومه مؤكده يعني، بس معلوماتي بتقول الاقرب انه هيكون في النمسا. شايف تاثيره ازاي وكيفيه استغلاله، وخصوصا انها اول فتره اعداد هياخدها كولر مع النادي الاهلي؟ بالظبط،
اولا حته ال 21 يوم يعني حتى مركز على الوزن على فكره، قال لك اللعيبه اول ما ترجع من ال 21 يوم كله على الميزان وبخصومات طبعا ال 21 يوم مش كتير، لان اللعيبه الحقيقه يعني كتر خيرهم. ايوه 11 شهر يا كابتن رمضان، ابطال 11 شهر في 60 مباراه. وايه كمان، انت مش مثلا بتشارك في بطوله وتخسر بطوله، لا ده انت حافظت على كل البطولات اللي انت الحقيقه شاركت فيها. فبالتالي ال21 يوم دول مهمين جدا، زي بالظبط الفتره اللي الكابتن محمود الخطيب الموسم اللي فات ادى فيها راحه، ادى فيها راحه. وهقول لك حاجه، يعني انت بتقول مثلا انت الموسم اللي فات مثلا ما اتعملش مثلا صفقات مش عارف ايه، انا في رايي ان 16 17 لعيب اللي خدوا الراحه سلبيه دول كانك اتعاقدت مع لعيبه جديده. يعني لعيبه بنجوم جداد في وقتهم، يعني دخلت بيهم السيزون ده. ده بقول لك ايه، في قمه اللياقه البدنيه وقمه اللياقه الفنيه ويحصدوا البطولات دي كلها كمان، فده طبعا مهم جدا الراحه دي. وكولر الحقيقه انا مطمئن كمان ان هو كمان لما يبتدي هو اللي بيعمل كمان فتره الاعداد، وهو كمان اللي بيشرف طبعا على كل الانتقالات الجديده وهو اللي طالبها الحقيقه، فدي كلها هتساعد النادي الاهلي. طب انا اجي للميركاتو كمان شويه، واجي رايك في صفقات الاهلي الجديده، وشايف ازاي ممكن يبقى ليها يعني مردود مع الفرقه، بس يهمني اعرف ايه الحاجات اللي شفتها ناقصه، او الحاجات اللي شايف انها محتاجه تتطور في اداء النادي الاهلي. دايما كل المديرين الفنيين، مفيش حد، وكل الناس الحقيقه اللي بتكلم معاهم يقول لك مفيش مدير فني هتجيبه وتدخله الموسم يلعب كل الكم الكبير من البطولات والسفريات والرحلات، وتطلب منه انه يشتغل او يبقى عنده وقت يشتغل ويحفظ ويطور مع الفرقه. وده اللي حصل مع مستر كولر. ورغم كده شفنا، يعني الكل اجمع، ده مش راي شخصي لكن الكل اجمع، لا في بصمات كبيره جدا لكولر الموسم ده مع الاهلي على مستوى فردي مع عدد كبير من اللاعبين، وعلى مستوى الجماعي في كره النادي الاهلي في تتويج بالبطولات، بس الناس النهارده مبسوطه من كره الاهلي، الناس النهارده واثقه في مارسيل كولر. كان في البدايات لو تفتكر هو ايه التشكيل نازل بيه، هو ليه بيتاخر في التغيير، هو ما لعبش مش عارف فلان بعد شويه بقاش حد يتكلم، يقول لك سيب الراجل احنا يعني مطمئنين. فبالتالي عنده فرصه كويسه جدا، لعيبه جايه من راحه نسبيا كويسه، وهيبدا معاهم فتره عدليه موسم جديد. ايه اللي كابتن رمضان نفسه يشوفه في الاهلي ما شافوش الموسم اللي فات، او ايه اللي نفسه يشوفه متطور لشكل افضل؟ طيب هقول لك التطوير بشكل افضل، لكن احنا لازم كلنا نبقى مقتنعين ان كولر الحقيقه مش حصد بطولات بس، عمل تطوير في اداء لعيبته. يعني في لعيبه كتير جدا في الفرقه حصل لها تطوير بشكل يعني بشكل ما حدش كان يتوقعه. يعني لو نقول اسماء، نقول حسين الشحات، نقول بيرستاو، نقول محمد هاني، نقول حمدي فتحي، نقول مروان عطيه. أيه. اللي هو يعني يمكن مروان عطيه انا بعتبره الحقيقه كان سبب رئيسي وسبب كبير جدا 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 انك انت تظبط وسط ملعبك وتظبط المساحات اللي كانت موجوده قبل ماتش او في ماتش مباراه صن داونز وبطوله كاس العالم للانديه. النهارده انت بتلعب المباريات دي كلها يمكن مثلا بتعد الفرص اللي راحت عليك. أي. مش بتعد جوال دخلت فيك، انت قعدت 12 مباراه ما بيجيش فيك هدف. أي. فلا هو عمل تطوير، لكن احنا بنتكلم بقى الحاجات المفروض تطوير بقى في الموسم الجديد الحقيقه اللي احنا عاوزين نشوفه. طبعا الكره الجماعيه اللي هو لعبها، الكره اللي فيها الاستحواذ، والكره اللي فيها الحقيقه في التلت الهجومي فيها ازاي بيتدخل حسين الشحات راس حربه، ازاي بتدخل بيرستاو راس حربه، ازاي بتستخدم كهربا، ازاي بتستخدم محمد شريف، ازاي بتستخدم الحقيقه حمدي فتحي اللي هو طبعا دلوقتي سافر وبنتمنى له طبعا التوفيق. ازاي كنت بتفضي له مساحه؟ هو كان بيفضي له مساحه. أيوة. يعني من حسين يحرك الاجنحه عشان يفضي المساحه دي مساحة. ومعروف ان حد من نص الملعب اذا كان السوليه او اذا كان مروان او اذا كان اي حد من نص الملعب هيحطها في المساحه دي وحمدي فتحي بينطلق فيها. ده تطوير كبير. أيوة. جدا جدا. ومن بعده ديانج. طبعا حسيت انه الشغل اللي كان بيعمله حمدي بعد حمدي ابتدى الراجل يركز مع ديانج، كلف اشتغل مع ديانج على اساس ان هو برضك تطوير، لان ديانج امكانياته ما تودوش الحته دي. انا ديانج من اللعيبه يا كابتن رمضان اللي بحس لغايه النهارده انه هو لعيب ما حدش يختلف عليه، واتمنى انه يستمر في نادي الاهلي على طول، لكن بحس انه طاقته وامكانياته ما اتفجرتش بشكل كامل، او ما حدش طلع من ديانج افضل ما عنده. بالظبط بالظبط. يعني يمكن انا هقول لك حاجه،
زي ما بنتكلم على حمدي فتحي، زي ما بنتكلم على تطويره هو ديانج نفسه في ان هو يعمل المساندة الهجومية ويخش ال 18. النهارده ديانج بقى يخش ال 18، انا بشوفه دريبلر هايل، لعيب بوكس تو بوكس، مجهود، فتنس، سرعه، قوه، يعني مواصف تركيبه لعيبه جوهره بصراحه. ديانج انا هقول لك حاجه، من السهل جدا جدا ان يلعب في الدوريات الاوروبيه لان عنده كل حاجه. ايوه يعني عنده كل حاجه، عنده السرعه وعنده القوه وعنده استخلاص للكوره في من المنافسين، وبعدين بيعرف يخترق بالكوره اذا كان بالمراوغات او يضرب ارض في مساحه بالسرعه بتاعته، ان يعمل دريبل ويخترق. وحاليا دلوقتي التطوير اللي هو كولر الحقيقه مش شغال معاه ان هو يدخله 18 ويعمل مساندات هجوميه، ده هيبقى لعيب فذ في طيب في الموسم الجديد. بمناسبه ديانج، محضر لحضرتك كام اسم كده محدش يختلف على القماشة، محدش يختلف انه كان ليهم دور كبير او انه الجماهير مقتنعة انه ممكن يكون ليهم دور كبير في اللي جاي. بس انت عارف انه مفيش حاجة بتصل لحد الكمال وتقف، دايما مطلوب من اللعيب. بنشوف صلاح لغاية النهاردة كل سيزن بنشوف حاجة جديدة، وبنشوفه بيشتغل على نفسه وبيطور نفسه. فخلينا نقول الاسماء اللي انا هقولها دي محتاج ايه، وممكن حضرتك بعد ما انا اخلص الاسماء اللي عندي انت لو حابب توجه رساله او شايف ان اللعيب محتاج حاجه يشتغل عليها، بما ان احنا بنبدا موسم، لانه اكيد كل واحد كمان يهمه، مش مستني المدرب بس او الجهاز الفني يعني يطور منه، لكن مستني بالظبط كده كله يشتغل على نفسه. فانا هبتدي بواحد من نجوم النادي الاهلي. كنت بقول في بدايه الحلقه انه اذا كان في لقطه او لحظه الموسم ده كله بكل البطولات والتتويجات لن تنسى، فيها لحظه تسجيل عبد المنعم لهدف التعادل في مرمى الوداد في نهائي دوري الابطال. مش عارف تتفق معايا ولا تختلف. طبعاً صح طبعاً. محمد عبد المنعم محتاج ايه؟ محمد عبد المنعم محتاج ان هو يبقى جواه، يبقى حاسس ان هو لعيب كويس والناس كلها بتتكلم عليه كويس. أي. يعني انت ده واصل له اكيد يا كابتن، نجم كبير جدا. انا بحس انه ده كان ليه تاثير شويه. هي دي اللي انا هكملها. يا احمد انا مفروض خلاص يعني متقيم ان انا لعيب كبير، بدليل ان كل الناس قالوا ان محمد عبد المنعم ممكن يلعب في الدوريات الاوروبيه. صحيح، عنده كل الامكانيات، وفي ناس حطيته في خانه افضل مدافع في افريقيا. التعامل طبعا، التعامل مع واحد ضد واحد على الارض، او التعامل في الكرات العاليه دفاعيا، ان هو حتى في الكرات الثابته بتاعتك هو ليه دور، بدليل ان هو كان ليه دور كبير جدا طبعا. في حصولنا هداف هداف. فبالتالي يمكن في حاجه بس انه لازم يهدى شويه، يعني حته في اوقات بحس النرف العالي، نرف عالي جدا جدا. وهقول لك حاجه وبدون سبب، يعني تبقى حاجات بسيطة جدا. أيوة. انا المفروض ما اروح لهاش خالص. ايوه، انا مالي انا اروح انا في اي حتة فيها في الملعب فيها مشكلة انا يبقى متصدر انا المشهد. لا، محتاج انت يهدى شوية. انت لعيب كبير جدا طبعا، ونجم كبير جدا يا محمد، اهدى وركز في ان انا اطور نفسي في الكورة بس. أيوة. سيبك من حتة ان انا بقى اخش في مشاكل او مش عارف اروح اعترض على حكم، او مثلا في اتنين زمايلي بيتخانقوا انا بس انا هقول لك حاجة يا كابتن رمضان. يعني انا متفاهم طبعا انه نجوم الاهلي بيتعرضوا لضغط كبير جدا طول الموسم. فكرة انك انت تلعب كل مباراة على مكسب وتلعب تحت ضغط جماهيري كبير جدا، وانه مهما تحقق من القاب تاني يوم على طول تقفل صفحة اللقب ده وتقول لي اشتغل عشان تجيب البطولة بعدها، اكيد حاجة بتستنزف اللاعب بني ادم في الاخر عصبيا وذهنيا، وده لود كبير جدا مش اي حد يقدر يتحمله. لكن السنه دي انا شفت لقطات كتير بتقول انه الضغط العصبي بقى زياده عن الحد شويه. شفت لعيبه عمرها ما كانت بشوفها بتنرفزة، يعني معلول عمري ما شفته مثلا طبعا، هاني عمري ما شفته طبعا، الشناوي نادرا ما بشوفه مثلا مشدود قوي. شفت ده في لقطات كتيره جدا في وعبد المنعم منهم برضو. هو بص انا هقول لك حاجه، هو حته ان لعيب النادي الاهلي او نجم النادي الاهلي بيلعب على طول على المكسب، ده خلي بالك ده حاجه يعني حاجه جامده جدا. يعني مش اي حد يتحملها، بدليل ان في لعيبه بتيجي وانت بتبقى مقيمها ان هم لعيبه كبار ولعيبه كبيره. أيوة. ما يتحملوش الضغط ده، ما بتقدرش تحمل الضغط ده. برونو سابي مكسر الدنيا على فكره في بوليفيا، رجع يعني رجع هناك يعني وغير برونو سابي في لعيبه كتير. اليو باتجي باتجي بالظبط مكسر الدنيا. في لعيبه بتيجي
ما بتتحملش الضغط ده. لانك هقول لك حاجه، الطبيعي ان في اي دوري في العالم او اي انديه العالم كلها انك انت بتكسب بطوله وبعدين بطوله ثانيه مش عارف ايه، وبعدين تكسب ماتش وماتش ثاني ايه. هنا في النادي الاهلي لا، لا الجمهور ولا الاداره ولا الجهاز الاجهزه الفنيه. مانشستر يونايتد بقاله بتاع 12 سنه ما شافش بطوله. ده مانشستر يونايتد ده كان ايه؟ طبعا ده كان حاجه يعني طبعًا. افضل انديه كان مسيطر على انجلترا مسيطر على واوروبا يعني في كل دوري الابطال الاوروبي كله كان مانشستر. والسنه دي الريال برضو نفس الحكايه بالظبط بالظبط، لا سوبر ولا دوري ولا تشامبيونز ليج بالظبط. فبقول لك انا لعيب النادي الاهلي الحقيقه بيتحطوا في مواقف الحقيقه صعبه جدا جدا. يعني انت تخيل بتكسب مثلا بطوله دوري الابطال، لو تاني ماتش في الدوري انت ما خلاص بتسيب حته الفرحه دي وحته الاحتفالات دي بتفكر. ده بيمثل ضغط كبير جدا على اللعيب اللي بيروح النادي الاهلي او بيمثل النادي الاهلي. فدي بس انا يعني الحته اللي انت قلتها يا احمد الايه، انا في رايي من الحاجات المهمه جدا جدا اللي لازم تتعالج الموسم ده العصبيه اللي موجوده عند يعني كتير من لعيبه النادي الاهلي. لا صحيح. لازم تبعد خالص خالص جدا. خالص وخصوصا الموسم ده طويل طبعاً. عندك منافسات كمان لعيبه الدوليه، معلول، ديانج، بيرسي تاو، معرفش يعني لا غير المصريين بقى غير المصريين. طبعا غير المصريين انا بكلمك على الدوليين رايحين مع منتخباتهم والمصريين طبعا انت عندك منتخب اولمبي بالظبط، عندك حمزه علاء، عندك محمد اشرف، عندك كوكا اعتقد كانت عناصر اساسيه، عندك المنتخب الاول هيلعب كاس عالم وهيلعب. ده انت عندك موسم صعب جدا جدا جدا، والاهلي زاد عليه طبعا بطوله الدوري الافريقي، فبالتالي عدد الماتشات قوه المنافسه هتبقى اصعب بكتير من الموسم اللي فات. فالجزئيه دي طبعا لازم طبعا يبقى فيها شغل كبير. انت يعني مثلا ايه يعني احنا الحمد لله الموسم ده نسبه الاصابات قلت بكتير جدا يعني يمكن عدد قليل جدا لكن لو انت بقى كمان نسبه الاصابات دي بقت كويسه، حاجه كويسه جدا وتعالجت بشكل كويس قوي من كولر الحقيقه والجهاز الفني الطبي والطب لكن انت لو انت بقى بتطلع نفسك عشان ثلاث انذارات او بتطلع نفسك عشان طرد مش عارف بتاخد خمس ماتشات فاتوره صعبه طبعا ما نستحملهاش. لا الامور ما نستحملهاش خالص. ده عبد المنعم نروح لاحمد عبد القادر. احمد عبد القادر محتاج ايه؟ احمد عبد القادر ما اعرفش يعني انا مش قادر افهمه بصراحه. يعني انت لعيب اولا لعيب موهوب وموهوب بشكل كبير جدا لكن مش من اللعيبه اللي بيعمل لك استمراريه يعني ما بيعملكش استمراريه بمستوى كبير. ممكن ماتش مستوى عالي قوي ماتش تاني مستوى مش قد كده ودي مشكله خلي بالك. بس دي مش اكتر مدرب يعني دي ما يتحاسبش عليها مارسيل كولر. يعني انت بتقول قلت لي مثلا كريم فؤاد اللي كان باك يمين اتطور قوي وعمل شغل في الجناح اليمين عالمي وكان هداف الفرقه لغايه لما يعني ربنا شاء وتعرض لاصابه ربنا طبعا يشفيه ويرجعه المستوى. محمد هاني كان يعني بالظبط موسم بالزبط. موسم لا يرجع من الاصابه ياخد وقت شويه. السنه دي كابتن فريق يعني شخصيه هاني السنه دي مختلفه تماما. مش بتكلم اداء بس شخصيته كمان جوه الملعب روحه احساس الجمهور بيه مختلف تماما. بيتحمل مسؤوليه يعني فاقصد اقول ان في لعيبه انت قدرت تاخد معاها نقلات كبيره جدا. عندك عبد القادر يعني الجمهور كل متفق انه يمكن يكون واحد من اكتر المواهب في مصر مش في الاهلي اللي عندها كوره تقدر تراهن عليها ومفتاح مهم جدا وهداف وفي الوان تو وان اللي بقت عمله نادره في الكوره عندنا في مصر متفوق عالمي. ازاي ما اقدرش اشتغل عليه واطور منه واعمل نفس النقله اللي عملتها مع لعيبه كتير الموسم بس ده. انا هقول لك حاجه اتفضل. هي برضو النجوم اللي احنا اتكلمنا عليها الحقيقه وقلنا ان هو عمل تطوير في ادائهم اعتقد ان هم كان بينفذوا كل حاجه هو بيقولها. انا بدليل استجابوا يعني استجابوا اخد بالك. لكن انا في كل مباراه بشوف بعد نهايه المباراه لو احمد لو عبد القادر موجود في الملعب كولر بيقف معاه بيقف معاه يوجهه ويكلمه يقول له زي ما اكون بيفكره بيقول له احنا اشتغلنا مثلا كده طب ليه انت ليه ما نفذتش. احمد عبد القادر الحقيقه انا في رايي ان هو اللي لازم يقف يعمل وقفه مع نفسه لانك انت عندك كل الامكانيات، عندك امكانيات مهاريه وسريع بتعرف تجيب جول بتعرف تعمل استحواذ
طب بقى انا لازم اشتغل. اقول لك حاجه يا احمد، انت لو تفتكر محمد صلاح، محمد صلاح من قيمه مثلا موسمين او حاجه ما كانش بيعمل مراوغات في مساحات ضيقه خالص خالص خالص، هو كان يعتمد انها تحط له الطويله تمركز سرعه اللمسه الاخيره ويروح للجول يعمل اللمسه الاخيره، هو بيعرف يعمل اللمسه الاخيره. لا بقى ده انت بتتكلم ان صلاح في مباراه السيتي اللي هم يعني مرقص اربعه في متر الا ربع، اربعه لعيبه وخمسه لعيبه وبيجيب جول. فانا بقول لاحمد عبد القادر يا ابني انت نجم كبير جدا وممكن تبقى من نجوم الكره المصريه وممكن تتنقل نقله كبيره جدا في الكوره، بس انت لازم تشتغل على نفسك. خلي بالك المدرب هيشتغل معاك، لكن انت اللي لازم يعني تبقى مقتنع باللي المدرب بيشتغله معاك وتنفذه، مش كمان يبقى كلامه خلاص، لا تنفذه كمان. انا في بدايه تواجد عبد القادر مع الاهلي قلت انه عبد القادر عنده كوره لو اهتم معاها بالناحيه البدنيه والفتنس، لياقته البدنيه والقوه، يعني لو جسمه بقى اقوى من كده شويه، شفت صلاح جسمه بقى عامل ازاي؟ طبعا طبعا. لو اهتم بالفتنس بتاعه شويه كمان يلعب في احسن انديه اوروبا. طبعا عبد القادر يلعب في اي حته في اوروبا، عنده امكانيات، بس انا بقول له يا احمد لازم تشتغل على نفسك. نتمنى نتمنى ان شاء الله. في ناس في الكوره عدت عليا، منهم ناس بطلت ومنهم ناس ما زالت موجوده بس على الهامش، وكمين فينهم، في منهم مش هقول اسماء عشان ما اضايقش حد يعني، بس انا شخصيا صعبت عليا موهبتهم. يعني صعبت عليا انه الموهبه دي ما 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 اللي ربنا اديها لك دي وحرم منها ملايين، انت ما اشتغلتهاش كويس، تستغلها افضل ما يمكن. طبعا. طيب من عبد القادر هروح لشريف، محمد شريف. شريف ادى مع الاهلي بشكل حاز بيه ثقة الجميع، وحقق ألقاب وحقق بطولات، وكان الحقيقة في فترة متألق بشكل غير عادي كهداف. اليمين ماشي، الشمال ماشي، قالوا له طور الهيدر، بقى الهيدر كمان ماشي، عنده ذكاء شديد، واحدة من أكثر مميزاته شد ذكاء شديد في التمركز والتحرك بدون كورة، ولعيب عنده سرعات كمان، ودي حاجة تفيده جدا بالظبط كده. لكن شريف بقاله فترة مش هو شريف اللي نعرفه. صحيح السنة دي يعني إلى حد ما مسجل عدد لا بأس به من الأهداف، لكن لسه مش هو شريف. عشان يرجع شريف اللي احنا نعرفه شريف محتاج إيه يا كابتن رمضان؟ طيب أولا يعني أنا يمكن عاتب شوية على جمهور النادي الأهلي في فترات. الحقيقة اللي شريف أنا يعني لو شريف رجع لفورمته الفنية والبدنية اعتقد انت ممكن ما تحتاجش رقم 9، لان عنده كل المميزات. يعني شريف عنده عنصر السرعه، وده اهم عنصر موجود في الكره الحديثه. الموسم الجاي انت محتاج 3 فراوده على الاقل يا كابتن رمضان. طبعا طبعا، ما انا بقول لك يعني انت لازم، انت لو عندك لعيب لا قدر الله مصاب ولعيب خد انذارين في كل البطولات اللي انت بالزبط. انت بتاخد مخاطره كبيره جدا. انا بدي بس حق شريف الاهلي، لكن احنا محتاجين رقم 9. لكن انا بدي حق شريف. شريف عنده كل العناصر المهمه جدا في المهاجم، السرعه والمهاره والتسديد برجلين الاثنين، وكمان حتى طور او اتعمل له تطوير في حته التعامل مع الكرات العاليه وبيجيب جوال بيها. هو يمكن في فتره في الموسم كده كان فقد الثقه، او بمعنى اصح ايه، ان مثلا لما ينزل ويبقى هو مثلا التغييره الاولانيه ولا حاجه، فالحاجات دي كلها فرقت معاه نفسيا. لكن شريف لو اشتغل بالثقه اللي كان بادئ بيها اول موسم جه فيها، لا شريف من المهاجمين المميزين جدا في مصر، ومهاجم سوبر يعني. يعني العمليه نفسيه وذهنيه اكتر منها بدنيه وفنيه، اكتر منها بدنيا وفنيا. يعني شريف لو الناس قعدوا معاه وادوا له الثقه، اعتقد شريف يكسر الدنيا. اتنين من اللعيبه اللي الجماهير راهنت عليهم جدا الموسم ده وجم في موسم الانتقالات الشتويه، ودول هختم بيهم القايمه، قندوسي وكريستو. الاثنين يمكن ما ظهروش بالشكل اللي كان مستنيه جمهور النادي الاهلي. يمكن كريستو ما خدش فرصه كامله، تقدرش تقول عليها فرصه كامله عشان يقدر يعني يخش مع السكواد ويوصل لفورمه عاليه، لكن القندوسي اعتقد خد فرصه. والاثنين لعيبه كوره برضو اعتقد ان ما فيش عليهم خلاف، الاثنين عندهم كوره محترمه جدا. قندوسي مع فاق الصيف انا شفته، يعني كان فاضل يطلع النار من بقه. كريستو
مع النجم برضو الحقيقه، وكريستو ما زلت براهن عليه يعني بشكل كبير، لكن عشان نشوفهم الموسم اللي جاي اكتر فعاليه اكتر تاثير مع السكواد، الاثنين محتاجين ايه مع مراعاه فارق الخبره والسن طبعا، لان كريستو لعيب صغير. ما طبعا هم يعني انت زي ما بتقول كريستو الحقيقه كان في الدوري الجزائري الحقيقه كان مكسر الدنيا. القندوسي سوري. لكن هو برضك الحته اللي احنا كنا بنتكلم فيها من شويه، ان حته ان هو يتحمل الضغوط ويتحمل تيشيرت النادي الاهلي ويطلع كل امكانياته، نص موسم تقدر تكون فتره كافيه للحكم على لعيب ولا فرصه؟ او ما تقدرش يعني. لا هو في، خلي بالك في نجوم. انا فاهم ان في حته تاقلم وانسجام دي، يعني انك تخش جوه الفريق والثقه كمان. ايوه الثقه، يعني اي لعيب كوره مهما كانت نجوميته من غير ثقه اعتقد بيقل كتير جدا. ايوه فالكندوسي الحقيقه عنده كره عاليه جدا وعنده كل حاجه، لكن الحته اللي هي المهمه جدا ان حته استحمال الضغوط. ايوه لان الجمهور، خلي بالك جمهور النادي الاهلي انت بتحقق له، هقول لك حاجه، انت لو رحنا كاس العالم للانديه، احنا لو كنا خرجنا من كاس مصر كان الجمهور هيفنش الموسم زعلان. طبعا صح ولا طبعا. صح، شوف بقى انت محقق قد ايه. صح، هو ده اللي بنتكلم عليه. يعني الناس كانت هتبقى زعلان يعني يا جماعه، انتوا واخدين دوري ابطال افريقيا ودوري وكاس وسوبر ويقول لك لا ازاي يعني نخرج من كاس العالم للانديه. كاس العالم للانديه الموسم ده قوي جدا جدا جدا، كفايه ان انت معاك السيتي. ايوه اخد بالك، لكن انت فاكر ان جمهور الاهلي يقول لهم مثلا روحوا واعملوا اداء مشرف يعني؟ لا، ده جمهور النادي الاهلي عاوز البطوله. لا احنا عايزين فاينل بس. عايزين نوصل ماتش نهائي. انا بقول لك يعني لو وصلنا فاينل طبعا ده يعني نجاح كبير جدا. جدا. في فارق، خلينا نعترف انها موجوده كابتن رمضان. طبعًا. صعب انك انت تتجاوزها. ممكن تعمل ده صدفه مره، لكن انه يبقى مطلوب منك بشكل وموضوعي منطقي ما اعتقدش في حد من او الاغلبيه من جماهير النادي الاهلي مش ممكن تطلب ده، لكن حلمنا ان احنا نوصل ان شاء الله. لو السيتي مش في طريقنا من حلم مشروع طبعًا. ولا مش مشروع؟ مشروع يعني لو السيتي ما جاش في طريقي مش حلم مشروع بالنسبه لجماهير النادي الاهلي طبعًا. ان انا اوصل مباراه نهائيه. السنه اللي فاتت على فكره لو ريال ما كانش في طريقك كان ممكن جدا توصل مباراه نهائيه. يعني هي زي ما بقول لك يعني انت النهارده بتروح بطوله كاس عالم للانديه اللي هي يعني اقوى بطوله، وبطوله انت بتلعب فيها ناس يعني اللي هم طبعا بعيد عنهم. ايوه يعني طبعًا. في كل حاجه الحقيقه. لكن انت بتبقى مطالب ان انت، هو انت لما بتفوز على بطل اسيا وتفوز على بطل امريكا كونكاكاف اللي هي امريكا الشماليه مرتين، انت فزت على الهلال ومره على الدحيل، وفزت على مونتري من المكسيك، وفزت على سياتل ساوندرز من طبعًا. امريكا طبعًا. من الولايات المتحده، وفزت على بالميراس. فهل انت مطالب يعني هل لما انا اسال بجد والله هل لما انا اسال هل ده طبيعي انه لا مش طبيعي على فكره. لا طبعا ده انجاز كبير جدا. انجاز كبير جدا. انت فزت على ابطال كل قارات العالم باستثناء بطل اوروبا. بالظبط. فالحقيقه حته تحمل تيشيرت النادي الاهلي دي حاجه مهمه جدا. واللي معلش يا كابتن رمضان، الشيء بالشيء يذكر، بحب دايما اقول كده عشان افكر الناس، اللي يفوز على كل ابطال القارات في العالم مش محتاج مجامله من اي حد، لا في بطوله دوري ولا في بطوله كاس. يعني الفرقه اللي توصل انها تتوج او تفوز، لو البطوله دي كانت بتتلعب افرو اسيويه زي زمان فالاهلي يبقى بطل افريقيا واسيا، او افرو امريكا اللاتينيه فالاهلي يبقى بطل امريكا واللاتينيه وافريقيا، او امريكا الشماليه مكسيكو امريكا والاهلي يبقى بطل، ما اعتقدش الفريق اللي وصل للمستوى ده والليفل ده محتاج انه يتجامل في مباريات محليه باي شكل من الاشكال. اكيد. والنادي الاهلي ما بيتجاملش. انا بس برد على الناس اللي بيقول لك يعني. انا اقول لك حاجه، انت بتتكلم في 43 بطوله، 43 بطوله مجامله ايه؟ ويعني الواحد مش عاوز يتكلم. و10 افريقيا و... بتتكلم في 10 افريقيا و 11 افريقيا. 11 افريقيا. 11 افريقيا. 11 احنا ان شاء الله على 12 ان شاء الله. احنا رايحين على 12 ان شاء الله. رايحين على 12 باذن الله. فانا عشان كده بقول لك، يعني انا هقول لك حاجه، يعني النادي الاهلي مثلا لو راح مثلا بطوله كاس عالم الانديه وعمل اداء ولا اروع، ماشي، ولا اروع، وخسر وجي من غير مثلا مركز ثالث ولا مركز ثاني لا هيتحاسب، مش هيقول النادي الاهلي قدم عروض قويه. طيب انا عايز اكلمك على السكواد في الموسم اللي جاي. ان احنا اتكلمنا على مراكز ويمكن يكون عندك راي في مراكز ثانيه، عايز اكلمك على صفقات الاهلي اللي تمت بالفعل، وعايز اكلمك على ماذا يفعل كوماندوز الاهلي اللي جايين من ورا، لان انت عندك لعيبه صاعده واعده هتواجه صعوبه جدا في انها
تاخد فرصه في ظل تالق النجوم اللي كانوا ظاهرين الموسم ده، ودول عندهم تحدي من نوع تاني. خلينا نسمع راي كابتن رمضان السيد معانا، مستمرين مع حضراتكم ومع نجمنا الكبير كابتن رمضان في السادسه، لكن بعد الفصل. طيب قبل الفصل كنت بتكلم على السكواد، وابتدي بالميركاتو اللي بدا بالفعل بصفقتين، صفقه امام عاشور وصفقه رضا سليم مهاجم الجيش الملكي، وصفقه امام طبعا مهاجم او مش مهاجم، لاعب خط نص ميتلند الدنماركي. شايف الصفقتين دول ازاي كابتن رمضان، والاضافه وافضل استغلال ليهم من مستر مارسيل كولر؟ امام عاشور صفقه يعني الصفقات السوبر، معنى كلمه السوبر يعني. امام عاشور مش بلعيب واحد. امام عاشور انا بعتبره باربعه خمسه لعيبه، لان امام عاشور بيعمل لك الباك رايت، يعمل لك رقم سته، يعمل لك رقم ثمانيه، يعمل لك رقم عشره، ولعب كمان في ناحيه الشمال. ايوه باك ليفت. فامام عاشور صفقه يعني انا في رايي من اهم الصفقات في الفتره الاخيره عشرة، مش في الموسم ده يعني. لا 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 مش في الموسم ده. وبعدين عنده كمان ميزه كمان من 24 سنه. يعني ده كمان هو الراجل واضح انه يعني عايز ينزل بمعدل السن يعني. حتى رضا كمان برضو بيتارجت او حاطط عينه على لعيبه مستوى الاعمار عندها قليل عشان ينزل بمستوى بالظبط. يعني احنا متهيأليش عندنا مشكله ارتفاع معدل الاعمار، لا يعني ما عندناش لعيبه كبيره. احنا نزلنا يعني. بالنسبه لرضا سليم، رضا سليم الحقيقه انا شفت له فيديوهات، ويمكن عنده اولا بيلعب الجناح اليمين، أيوة. بيلعب الجناح الشمال، وبيلعب 10. ايوه لان هو كورته عاليه جدا. ويمكن عنده برضك انت تحب تشوفه فين؟ انا احب اشوفه في الاجنحه. في الاجنحه، في الأجنحة. هو افضل يعني عملنا تحليل لمعدل تسجيله الاهداف. افضل مكان سجل فيه وصنع اهداف هو الجناح اليمين. في الجناح اليمين. ايوه بالظبط. وبعدين عنده برضك نفس الحكايه، عنده عنصر السرعه، سرعه جامده جدا. وبعدين عنده حاجه كمان ميزه، يمكن بقى هيروح على علي معلول، الكور الثابته. الكور الثابته عنده ده، هقول لك حاجه، ده الكورنر اللي هو اللي يعني الكره الثابته الميته. لا ده بيعمل منها خطوره. ايوه حتى طريقه لعبه عرضياته ليها ليها ستايل كده. ستايل بتروح بقوه، عشان كده اي حد بيلمس. والله يعني بمناسبه رضا، هقف مع رضا شويه في الحته دي. كان معايا نجم يعني هولندا كبير جدا، بودوين زاندن، كان النهارده يعني عملنا معاه كده لقاء مسجل، وزعنا تصريحاته النهارده. وانا بتفرج عليه او بفتكر لقطاته، لعب في انديه كبيره جدا طبعاً. في اوروبا يعني، لعب ليفربول ولعب برشلونه ولعب شفت شويه اهداف لعيب بيجيد التسديد من وضعيات كتيره جدا مختلفه، او واحد بيجيد التسديد من الحركه. ودي اصعب حاجه للعيبه اللي بتشوط يعني الشويط، عارفين انه سهل قوي لو انا رجلي حلوه على الجون ورجلي جامده، سهل قوي ان انا اشوط كره ثابته، لكن انا ابقى بجري ويبقى في مدافع يعني بيضايقني جدا واشوط وانا من الحركه دي. فافتكرت قلت انه بما انه اغلب دي لقطات من، وبعدين ايه البليسنج، الهاف فولي، اللوب، الشوط اللي من بره الصندوق، الشوط الباكورد، يعني كل اشكال بص حضرتك التحرك هنا والاستلام، شوط بالبليسنج بالركنه، الشوط اللي بيجي له السكند بول اللي جايه ريباوند من المدافعين، لو كور جايه من مدافع بيشوط مع على طول، فرجله حلوه جدا على الجون، وده واحد من الاسلحه في ظل التكتل. يعني بص بيشوط من هنا يا كابتن رمضان هنا في الثمانيات، في واحده خدها فيرست تايم برضو، هي دي بص تراك هاف فولي كده في الثمانيات زي ما بنقول كده هنا على الطاير كده. طبعا فشويه يعني لفت نظري وهو معايا كده، كنت بقول انه اغلب الطريقه اللي كان بيلعب بيها، او اغلب احنا هجومين كنا فعالين جدا السنه دي، وسجلنا عدد كبير من الاهداف، وعندنا هداف بطوله افريقيا كهربا، وعندنا هداف يعني اكثر صناعه لاهداف بيرسي تاو، لكن اغلب اهدافنا لازم بنوصل بالكره جوه الصندوق. بالظبط الحلول اللي من بره الصندوق كانت قليله شويه السنه، ودي حاجه من الحاجات اللي كنت بقول انه مستر وانت عندك لعيبه يعني، داخل عليك امام ورضا، عندك سوليا، عندهم دي وعندك سوليا رجله حلوه على الجون، عندك مروان ابتدى يحاول ويجرب، ديانج بشوفه انه لو اشتغل على دي هيبقى لعيب كويس جدا. فواحده من الحاجات اللي بتهيالي برضو تصنع الفارق يعني. طبعا يعني بص انا هقول لك حاجه، يعني اهم حاجه اللعيب لما بينزل مباراه
يبقى محضر. في لعيبه بتنزل مثلا تجي لها الكوره ولسه هو مش محضر حاجه يعمل بيها حاجه، زي ما بنشوف زندن كده بيعمل ايه، كره وهي جايه هو محضر ان هو يعملها مره واحده. لما بيروح مثلا انفراد هو بيحضر هيعملها من فوق الجول. اللعيب ده مهم جدا، اللعيب اللي محضر ده طوال وقت المباراه ده بتاخد منه انتاج كبير جدا جدا. فبرضك انا بتكلم على رضا الحقيقه عنده الحته دي، عنده الحته دي ان هو بيسدد كويس قوي على طول محضر. يعني على طول محضر في الملعب، هيحط بطن رجليه، هيحط وش رجليه، هيحط بليسنج، هيحط كل الحاجات دي موجوده عنده. حتى زي ما قلت لك انت لما تصنع مش من الكور الثابته اللي هي القريبه من 18 ممكن دي تبقى عند اي حد يجيب جوال، لكن لما تعمل خطوره من الكورنر، لما تعمل خطوره مثلا من كره ثابته مثلا ناحيه اليمين او ناحيه الشمال متطرفه خالص، فده لا هيبقى تميز كبير جدا وهيبقى ليه دور كبير جدا الحقيقه. يعني انا في رايي ان هو وامام عاشور الحقيقه هيبقوا اضافه قويه، هيعملوا اضافه قويه جدا 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 لاداء النادي الاهلي، مش اداء بس الحته الهجوميه او الحته الهجوميه هيضيفها رضا، والحته طبعا الدفاعيه اللي انا في رايي هيعملها امام بشكل قوي جدا. وفي نفس الوقت امام عنده حاجه مش موجوده في ديفندرات كتير، امام بيعرف يعمل مساندات هجوميه. ايوه يعني بيعرف يعمل 8 نموذجي، نموذجي 8 يعني نموذجي، يخش ال 18 يسدد من بره، يعرف يعمل مسانده مع المهاجم، يعرف يعمل مسانده مع الاجنحه. فالاثنين حقيقه صفقتين يعني فوق السوبر كمان. محتاج ايه كمان غير امام ورد؟ محتاجين رقم 9، محتاجين 9 ده ما فيش شك فيه. ومحتاجين يعني انا في رايي كمان في حاجات مبدئيا يعني ممكن تبقى دلوقتي، في حاجات ممكن تبقى بعدين، ولا كله بالنسبه لكابتن رمضان اولويه قبل السيزون ما يبدا؟ انا عشان الموسم صعب جدا والموسم قوي جدا جدا، فانا محتاج باك ليفت يبقى بيساعد مع علي الحقيقه، ومحتاج مساك يبقى قريب من مستوى. عندك اسماء محمد وانت بتتكلم هنا من عندنا هو من محلي، احنا خلاص الاجانب الاجانب خلاص يعني الرهان على على الاجنبي هو ويبقى في حد. هو المساك بتاع الحقيقه فيوتشر اللي احنا كنا داخلين فيه اللي هو تقريبا راح هيروح بيراميدز مرعي ده مساك كويس قوي وواضح، يعني من المساكين الواضحين في الدوري المحلي الحقيقه. يمكن ده اقرب واحد، لكن بعد كده انا مش يعني لا الدنيا لا نعتمد صعب. نعتمد على اللي موجودين ماشي، لكن ده قريب من عمنا معتز اللي طلع من الناشئين، ناس كتير جدا اشادت بيه، رايك فيه ايه؟ وهل ممكن ياخد فرصه مع الفريق الموسم ده ولا لسه شويه؟ لسه شويه طبعا، لسه شويه لسه عشان ما يتحرقش كمان. امبارح كنت بتكلم على صفقه هايلاند، لعيب جاي من اتلانتا من الدوري الايطالي، لعيب دنماركي، دنماركي دولي، مسجل مع منتخب دنمارك 6 أهداف، بيلعب في اتلانتا، مسجل معاهم السنه اللي فاتت بس 10 أهداف. راح السنه دي مانشستر يونايتد بصفقه تقريبا 80 مليون يورو. لعيب عنده 20 سنه كابتن رمضان. بص انا هقول لك حاجه، انا برضك عشان الحته السن دي، انت النهارده في لعيبه في برشلونه وفي لعيبه في ريال مدريد 16 سنه. جافي وبيدري طلعوا مع منتخب اسبانيا 16 سنه 17 سنه تقريبا، منتخب اسبانيا 16 17 بيلعبوا في كاس عالم 16 سنه 17 سنه. الحته دي بالذات اهم 2 لعيبه في برشلونه النهارده طبعا وكمان في منتخب اسبانيا حته السن، طالما اللعيب موهوب وطالما اللعيب بيديلك بثقه وبيديلك. بس انا هقول لك حاجه كابتن، هقول لك حاجه كابتن رمضان بسرعه. النظام عندنا هنا في مصر، المنظومه ككل، اعلام مع اداره مع اجهزه فنيه مع لعيبه كبيره، ما بتوصلش ده للعيب. يعني طول ما احنا بنقول على اللاعب وهو عنده 23 سنه لعيب من الناشئين، هو طبيعي جدا لما اجي لاعب لعيب عنده 16 سنه يحس نفسه من البراعم، يعني فاهم قصدي ايه؟ هيجيب منين الثقه انه يعبر عن نفسه في الملعب؟ اصل يعني القصه قصه شخصيه وثقه بالنفس. وبرضك انا اقول لك حاجه، دي ليها دخل كبير جدا جدا بالمدير الفني. في مديرين فنيين لا حس خلاص او عرف ان اللعيب ده موهوب، الناشئ ده موهوب والناشئ ده هينتج له وهيصنع الفارق، لا بيلعبه. وفي مديرين فنيين الحاجه الوحيده اللي شفتها في كيروش في اثناء فتره توليه لمنتخب مصر، الجرأه اللي حضرتك بتتكلم عليها دي. طبعا هو شاف
اللي ما حدش في مصر كلها كان شايفه. ايوه صح. يعني اختار لعيبه اسماء لعيبه الناس في مصر قالت ساعتها مين اللعيبه اللي هو جايبهم؟ الراجل ده جايب مين؟ الراجل ده جايب مين؟ مين يعني معلش كان ساعتها طبعا مين محمد عبد المنعم؟ مين اللي انت جبته تبقى مين امام عاشور؟ يعني كانت لعيبه موجوده لكن انك تجيبها في هي دي يا احمد اللي انا بكلمك فيها ان المدير الفني ليه دور كبير جدا. يعني انا برضك هقول لك حاجه عمر سيد معوض بيعمل فتره اعداد مع ريال بيتيس بقاله دلوقتي داخل في 20 يوم وما شاء الله يعني التعليقات اللي عليه من المدربين ومن الناس المتابعين هناك حاجات وهو ايه ده بيعمل اعداد مع فرقه ب اوكي مش هو مواليد 2006 ايوه فهي ديت 2006 يعني 19 سنه 17 سنة. سنه 17 سنه, سنة. فمهم جدا حته الناشئ طالما انا كمدير فني اتاكدت من موهبته وتاكدت ان هو ممكن ينتج لا اسنده واديله مفيش مشكله خالص. وزي ما بنتكلم مع بعض دلوقتي انت لما تتكلم في اتنين لعيبه 16 سنه 17 سنه في برشلونه ونجوم دلوقتي نجوم ونجوم كمان منتخب اسباني صحيح يبقى ده المدير الفني ليه دور كبير صحيح. جدا جدا جدا. متوقع شكل المنافسه السنه اللي فاتت شبه السنه دي يا كابتن رمضان؟ يعني السنه دي يمكن كان الاقرب ليك بحكم المواجهات يعني بيراميدز مفنش وصيف دوري حتى وان كان الفرق كبير لكنه في النهايه يعني بالزبط. انا بعتبر انه البطوله في الدوري المصري المركز الثاني بالظبط الفرق بتتنافس على المركز الثاني عشان تلعب افريقيا مع الاهلي بالظبط قبلك في كاس مصر قبلك في السوبر حتى لو ما كانش يعني هو بس هو اللي قبلك في السوبر فالمنافسه كانت التريك تراك ده كان حاصل بينك وبين بيراميدز فيوتشر داخل بيحاول الزمالك كان بعيد هل تتوقع الزمالك يستمر بعيد هل تتوقع انه شكل المنافسه يتغير؟ لا اعتقد يعني المؤشرات الموجوده دلوقتي او المعطيات اللي موجوده دلوقتي كان الزمالك موقوف قيد وفي نفس الوقت ما جابش لغايه دلوقتي صفقات فبالتالي الزمالك هيبقى الامور صعبه هتظل المعاناه مستمره من وجهه نظرك هتظل المعاناه يعني الحاجه الوحيده اللي تنقذ الزمالك ان يعمل صفقات سوبر ومش كمان عدد قليل ده الزمالك محتاج فوق الثمانيه لعيبه او سته لعيبه صدق والله او يعني صدق او ما تصدقش هو برضو الجمهور صدق انا نفسي الزمالك يرجع طب طبعا يعني انا نفسي الزمالك طبعاً. يرجع المنافسه طول ما الزمالك واقف على رجليه وبينافسك ايوه صح خلاص ده فايده كبيره جدا طبعا طبعا لكن هقول لك حاجه انت حتى بتفقد المتعه انك حقيقي. انت تقعد تكسب كل الناس مظبوط. بسهوله مظبوط ومش هتفقد المتعه صحيح طبعا. لكن المنافسه هي اللي بتوجد المتعه الحقيقه فبالنسبه للعيبه الصغيره زي ما بنقول هي المدير الفني ليه دور كبير جدا جدا نتمنى ان شاء الله اهم الالقاب اللي نفسك الاهلي يحققها الموسم اللي جاي اهم واصعب بطوله هياخدها النادي الاهلي طبعا انا اهم حاجه دوري السوبر طبعا الافريقي ده مهم جدا جدا لان احنا طبعا ما خدناهوش قبل كده واول مره بيتلعب الحقيقه طبعا واعتقد الجوائز الماليه بتاعته كمان طبعا هتساهم طبعاً بشكل كبير جدا طبعاً في طبعاً نقله يعني طول عمرنا بنتكلم على الجوائز طبعا الجوائز عندنا في مصر هنا حاله يعني في ظل الارقام والانفاق بتاع الانديه كلها انا مش بتكلم على الاهلي قادر بمصادر دخله انه لحد كبير بتتكلم على النادي الاكبر والاعلى تسويقيا على افريقيا لكن بتكلم على بقيه الانديه النهارده ميزانيات الانديه المصريه حتى الانديه اللي كانت بتهرب او بتصارع على الهروب من الهبوط بالزبط. ارقام بالملايين فلما تيجي تكلمني على مكافاه دوري ولا مكافاه كاس قصه بقت هزليه ده انا هقول لك حاجه ده انا حاسس ان ممكن يجي لنا وقت مثلا اللي ياخد بطوله يدفع مليون جنيه لا دي ده مكافاه بطوله النهارده ما تكفيش مكافاه اللعيبه ولا مكافاه الجهاز الفني ده ايه ده خالص دوري الابطال السوبر ده احنا ربنا يسهل وناخده ونوصل نهائي كاس عالم الانديه طيب البطوله نفسها سريعا جدا كابتن رمضان هبتدي بالجمهور في دقيقه الجمهور تتوقع نشوف نقله في موضوع الجماهير انا اعتقد ان التجربه اسمع تقييمك ليها وبالتالي انها كانت مرضيه وناجحه شايف انه ممكن يبقى في بص انا هقول لك حاجه يعني اكتر نادي في مصر ممكن يستفيد من حضور الجماهير طبعا النادي الاهلي طبعا ويجي بعديه طبعا نادي الزمالك لان الزمالك برضه جماهيريته كبيره والاهلي لما بيلعب في اي حته في مصر كل جماهير الانديه اللي بتنافس بيجي على الاهلي راح المحله هتلاقي الملعب كومبلي الاهلي راح الاسكندريه هتلاقي الملعب يعني مش بس ماتشاتنا يعني لا لا لا, لا وهو وجود الجمهور حاجه مهمه جدا 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 تتوقع السنه الجايه او تتمنى السنه الجايه يبقى في اتوقع واتمنى ان شاء الله ان الجمهور يزيد وان انت عندك ملعب ب 60000 تاخد 60000 عندك ملعب 50000 تاخد 50000
لان ده هيوجد متعه كبيره جدا. ناخد نص الساعه بس يا كابتن رمضان. نتمنى نورتنا كابتن رمضان. ربنا يخليك. اسعد بيك دايما ومبروك على موسم اكتر من رائع واكتر من ناجح للاهلي والجماهير. الحمد لله الحمد لله. اسعد بيك. انا بس حاجه اتفضل. النادي الاهلي الكابتن صالح سليم الله يرحمه كان ليه مقوله ان الاهلي فوق الجميع. صحيح صحيح. في شويه قلق الفتره دي. الاهلي فوق يعني اقول لك حاجه. الاهلي فوق كابتن محمود الخطيب فوق كابتن حسن حمدي وفوق سيد عبد الحفيظ وفوق اي حد. طبعا طبعا اي نجم تماما. طبعا اسم الاهلي نمره واحد بالنسبه لجماهيره. دي شيء ده شيء ما فيهوش نقاش. الناس بس انت عارف السوشيال ميديا بتشتغل وبتحاول تشتت الناس بتحاول تعمل ترند وبتحاول وفي ناس بتحاول تصطاد زي ما انت عارف طبعًا. وتعمل من لا شيء ازمه وتحاول تحط سيناريوهات بين خلافات بين مش عارف مين ومين وانه لا ده تصفيه حسابات عشان فلان مشي. فالقصة مش في الاهلي. الاهلي ابدا طول عمره لم ولن اعتقد يدار بالشكل ده. الاهلي منظومه محترمه جدا. وانا اتكلمت امبارح في موضوع كابتن سيد بما فيه الكفايه واتمنيت له التوفيق. مفيش شك واحد من افضل مديرين الكره بشكل في تاريخ مصر اخلص كمان. لكن هي الحياه كده ومحدش عارف اللي جاي ممكن يبقى افضل بكتير جدا من اللي كان فيه. خبرات بالتاكيد هنستفيد بيها الاهلي في يوم من الايام. بالظبط. بشكرك كابتن ربنا يخليك يا نورت الدنيا. بشكركم على المتابعه. تحياتي ليكم. بكره نتقابل حلقه جديده من السادسه.